وبين مصر وبين أشقائها في الخليج علاقات قوية ومستقرة من سنين طويلة، وما افتكرش أي محاولة للإساءة أو للإسقاط على ده ممكن ينفع. بالعكس، مفيش تنقية، لا مفيش حاجة متعكرة عشان أنا إيه بصراحة يعني. سادة المشاهدين، أهلا بكم إلى هذا اللقاء الخاص الذي يجمعنا بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قبل ساعات من توجهه إلى الرياض في زيارة رسمية هي الأولى للمملكة بعد تولي الملك سلمان مقاليد الحكم في البلاد. فخامة الرئيس، شكرا لك على إتاحة هذه الفرصة. ده أنا اللي متشكر يا أستاذ محمد، واسمح لي في بداية البرنامج أن أنا أوجه كل التحية والتقدير لأشقائنا الشعب السعودي كله من أول جلالة الملك والحكومة السعودية والشعب السعودي. تحية وتقدير لهم جميعا. بداية، ما هي أبعاد زيارة الرئيس السيسي للرياض غدا خاصة فيما يتعلق بالتوقيت؟ احنا كان لازم نكون نروح لأشقائنا في المملكة ونلتقي بجلالة الملك أولا عشان نهنيه على توليه مسؤولية قيادة المملكة في ظل ظروف صعبة بتمر بها المنطقة. فدي أول نقطة الحقيقة، ثم كمان عشان يعني نتبادل الرؤى والنقاش حول الموضوعات اللي بتمر بها منطقتنا، المنطقة العربية. وأنا أتصور إن هي لما نيجي نشوف الخريطة، خريطة الواقع العربي، بتستدعي من المملكة وتستدعي من مصر مزيد من التنسيق ومزيد من التعاون ومزيد من التشاور، لأن المنطقة العربية في ظروف صعبة، وفي الظروف الصعبة محتاجين إن احنا نتحرك فيها بشكل أكثر فاعلية وأكثر يعني تفهما للواقع ده. فعشان كده الزيارة ديت. النقطة الثالثة الحقيقة إن احنا كمان بنعد للمؤتمر الاقتصادي اللي هيتم يوم 13 مارس، واحنا محتاجين إن أشقائنا العرب، وبالمناسبة لازم انتوا عارفين كويس قوي إن دي مبادرة المملكة العربية السعودية هي اللي دعت لهذا المؤتمر، ودي كان مبادرة المغفور له جلالة الملك عبد الله، هو اللي دعا لهذا المؤتمر، دي مبادرته. فاحنا برضو محتاجين إن احنا نأكد على إن احنا في مصر بنستعد لهذا المؤتمر، والأشقائنا المستثمرين في الخليج بالكامل وعلى رأسهم المستثمرين السعوديين طبعا. طبعا هناك تأكيد سعودي، هناك التزام سعودي بعقد هذا المؤتمر، ولكن فخامة الرئيس إذن المسألة ليست، أو هذه الزيارة ليست لتنقية الأجواء ما بين القاهرة والرياض كما أشيع. هي الأجواء لا طبعا، يعني أنا ما أعرفش، أنا عايز أقول لك هو في حالة دايما الناس بتحاول تحمل الأمور ما لا ينبغي. يعني أنا بتكلم الكلام صحيح، يعني العلاقات بين مصر وبين السعودية وبين مصر وبين أشقائها في الخليج علاقات قوية ومستقرة من سنين طويلة، وما افتكرش أي محاولة للإساءة أو للإسقاط على ده ممكن ينفع. بالعكس، مفيش تنقية، لا مفيش حاجة متعكرة عشان أنا إيه بصراحة يعني. بص، أنا عايز أقول لك وراء العلاقات المصرية السعودية تاريخ طويل من الاستقرار والتضامن والتفاهم، ده مش جديد عليهم بصراحة. وبالنسبة حتى لشخص جلالة الملك سلمان، ارجع للتاريخ، يعني شوفوا احنا بنتكلم عن مين. احنا بنتكلم عن لما مصر تعرضت لحرب 56 او لعدوان 56، كان جلاله الملك عبد سلمان من المقاتلين. فانت بتتكلم في ايه؟ ثم بقى تاريخ العلاقات بين مصر والسعوديه احنا مش هنتكلم عليه، اثناء الدعم مع في حرب 67 والموقف السعودي البارز في حرب 73 وموضوع وقف تصدير النفط للعالم عشان يبقى في موقف حاسم تجاه دعم مصر في المرحله ديت او في الحرب ديت. كمان يعني موقف المملكه في 30 يونيو كان واضح جدا جدا، دعم اراده الشعب المصري، مش دعم حد بعينه
وده مهم قوي ان احنا نبقى واخدين بالنا ان كان الدعم هنا هو دعم اراده الشعب المصري، مش حد بقى. فخامة الرئيس ايضا في هذا رد على بعض الاعلاميين المصريين الذين تحدثوا عن توتر في العلاقات السعوديه المصريه. الاعلام في مصر بيتمتع بحريه كبيره، بس مهم قوي ان احنا نبقى عارفين، لان برضه اتقال ايه ان بعض الاعلاميين المحسوبين على مؤسسه الرئاسه. بصراحه ده مش صحيح، يعني مؤسسه الرئاسه بتتعامل مع كل الاعلاميين على ان هم اعلاميين مصر، مفيش حد مقرب وحد مش مقرب. فدي نقطه في منتهى الاهميه. وانا عايز اقول اللي حتى التحدث في ده كان وجهه نظر، يعني من حاجه من اعلاميين، مش كل الاعلاميين، واحد ولا اثنين يعني. كما اشرت فخامة الرئيس بان الملك سلمان له مواقف مشهوده صحيح من مصر، هذا فيما يتعلق بالماضي. ايضا في الفتره الاخيره كان هناك تواصل في اكثر من مناسبه بينكم وما بين الملك سلمان. لا خليني اقول لك بقى، الملك سلمان كان في فتره في حفله التنصيب كان على راس المدعوين وعلى راس الحاضرين للتهنئه لا لا لا، ده العلاقه طيبه جدا جدا والتفاهم محترم جدا جدا. وانا بقول مره تانيه، ما حدش هيقدر يدخل او يبص فرقه او مش فرقه حتى، اي شكل من اشكال سوء التفاهم بين المملكه وبين مصر. اذا علاقات متينه ومتميزه ما بين المملكه جدا ومصر. ماذا عن بقيه دول الخليج؟ شوف انا عايز اقول لك على حاجه، وانا قلت الكلام ده قبل كده، وانا بقوله للشعب السعودي قبل ما بقوله للقياده، لان القياده عارفه هي بتعمل ايه، القياده السعوديه عارفه هي بتعمل ايه في دعم مصر، لكن انا بقوله للشعب السعودي، دول الخليج السعوديه والامارات والكويت قامت بدور هايل في دعم اراده الشعب المصري وصموده لمده لغايه النهارده. ده امر مش هينسى استاذ محمد. نعم الشعب المصري ما بينساش ابدا الناس اللي بتقف جنبه وبتساعده. طيب انت ذكرت فخامه الرئيس المملكه، الكويت والامارات، ماذا عن قطر؟ بتسالني انا؟ نعم فخامه الرئيس. انا ما عنديش حاجه غير ان اقول ان احنا لو ندرك ان في هنا في مصر شعب تعداده 90 مليون، الشعب ده عايز يعيش وعايز يستقر وعايز ينمو، وان غير كده تبقى مشكله كبيره جدا، مش لمصر بس، للمنطقه بالكامل. يعني عايز ااكد على نقطه مهمه جدا، لو احنا فهمنا النقطه دي كويس واستدعينا احنا سوريا والعراق واليمن وليبيا مع بعض قد مصر، قد مصر، يعني ننتبه جدا لمخاطر عدم استقرار مصر. جميل، افهم كلامك فخامة الرئيس انه بشكل او باخر ما زالت مثلا المبادره او الوساطه التي قام بها الملك عبد الله الملك الراحل ما بين قطر ومصر ما زالت صامده. احنا حريصين قوي على ان احنا نقدر جلاله الملك الراحل باحترامنا لمبادرته، وارجو ان ده يبقى واضح لينا كلنا. فخامة الرئيس، ماذا عن الدعم الخليجي لمصر؟ وهو دعم مستمر منذ سنوات وتكثف خلال فترتكم الرئاسيه، كيف استطاع الرئيس السيسي ترجمه هذا الدعم الخليجي الى 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 الى, إلى اقتصاد مصري قادر على تجاوز الازمه الراهنه؟ انا هكون صريح في اجابتي على هذا السؤال. وانا قلت لما سالنا وقلنا ان في مصر 90 مليون، ال 90 مليون دول عايزين يعيشوا حياه بسيطه، حتى مش حياه عاديه، خلي بالك. طيب الاربع سنين اللي فاتوا دول في حاله الثوره اللي كانت موجوده دي كان ليها تاثير كبير قوي على ظروفنا الاقتصاديه بمنتهى الصراحه كده. انت محتاج وقود يبقى موجود بشكل مستمر عشان في الاستخدامات اليوميه ولتشغيل محطات الكهرباء اللي موجوده وحاجات اخرى. محتاج ان السلع الاساسيه اللي بنجيبها تبقى موجوده بشكل مناسب. محتاج ان
تمويل السلع ديت يبقى موجود بشكل مناسب. كمان محتاج انك انت تعمل مشروعات على الاقل البنيه الاساسيه اللي هي انت عايز تجهز البلد مصر، تجهزها للاستثمار القادم. كل ده محتاج تمويل ومحتاج دعم، والحقيقه الاشقاء وقفوا معانا في ده، وقفوا معانا في ده. وانا عشان كده قلت وبقول تاني ان احد الاسباب الرئيسيه لصمود مصر وصمود شعبها خلال السنتين، رغم كل الجهود السلبيه اللي بيتم تنفيذها لعرقله المسيره، كان احد الاسباب الرئيسيه لتجاوزنا او تغلبنا عليها هو الدعم اشقائنا في الخليج. طيب فخامة الرئيس، دعني اكون صريح معك، اعداء الخليج واعداء مصر يتحدثون عن استخدام الرئيس السيسي لتلك المساعدات وهذا الدعم الخليجي لصالح المؤسسة العسكرية وتقوية المؤسسة العسكرية في مصر، وأعني هنا الجيش تحديدا. كيف تردون على ذلك؟ أنا هقول لك حاجة، يعني الكلام ده مش دقيق بصراحة. أنا هتكلم على آخر حتى معدات احنا جبناها من فرنسا، ده بقرض فرنسي قيمته، المساهمة في الصفقة دي بقرض قيمته 3.2 مليار يورو، ده القرض الحكومة الفرنسية اللي هتقدمه لمصر. ف ده محاولة عشان يقول لك ايه، انتوا مش بتساعدوا المصريين البسطاء، انتوا بتساعدوا الجيش المصري. ده مش حقيقي خالص، ده مش حقيقي خالص. رغم ان مساعدة الجيش مش حاجة غلط، ليه؟ ما هو لو الجيش المصري مش موجود هنا وبيدافع عن الدولة دي، كانت الدولة دي هيبقى مصيرها زي مصير دول تانية، وده أمر ما افتكرش إن حد يرضى بيه، علاوة على إنه تأثيره مش مدمر. عدم استقرار مصر، وده أمر أنا بقوله بمنتهى الوضوح، عدم استقرار مصر وسقوطها في الفوضى يعني سقوط المنطقة العربية وتهديد للأوروبيين نفسه لسنين طويلة قادمة. طيب إذا استقرار مصر هو استقرار لبقية دول المنطقة وربما واستقرار الخليج كمان استقرار لمصر. طيب بالحديث عن الخليج وبالحديث عن الجيش المصري، تعهدتم فخامة الرئيس في أكثر مرة بأن أمن الخليج خط أحمر، إلى أي مدى؟ بما تعنيه الكلمة ديت، احنا إذا كنا بنقول استقرار مصر يعني استقرار المنطقة، كمان لازم نكون متأكدين. احنا متأكدين من ده، واشقائنا في الخليج فاهمين ده، لان احنا اللي بننادي وبنتكلم فيه على طول مع بعضنا. استقرار الخليج استقرار مصر بما تعنيه الكلمة، والكلام اللي انا قلته مسافة السكة ده كلام ما بيتغيرش، ده كلام موجود ومستمر. وعشان كده احنا بنقول مهم قوي ان دلوقتي في ظل المخاطر اللي احنا شايفينها في كل حتة والتهديدات اللي موجودة في كل حتة، وبالمناسبة لما بنقول قوة عربية مشتركة أو قوة عربية موحدة، ما بنقصدش بيها احنا لا الخليج عايز يهاجم حد ولا احنا عايزين نهاجم حد، احنا عايزين ندافع عن أمننا، عايزين نحافظ على بلدنا. وبالتالي لما بنشوف المخاطر اللي موجودة بالكامل بنقول ده دلوقتي المناسب ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض، مش عشان نهاجم حد، احنا بندافع عن بلدنا في المخاطر اللي احنا كلنا شايفينها. طيب فخامة الرئيس، عندما تتحدث عن قوة عربية مشتركة، تعلم بأن هذا حلم عربي منذ سنوات صحيح. طويلة لم يكتب له أن يتحقق. هناك في الخليج ما يسمى بدرع الجزيرة صحيح. عندما تتحدثون في مصر عن قوة عربية مشتركة، بين من ومن بالتحديد؟ احنا بنتكلم بنطرح هذا الطرح لأشقائنا الدول أنا بصراحة بتكلم أهو في فرصة عظيمة جدا إن احنا نبدأ نقاش وحوار على ده، إزاي نعمله بالشكل اللي يحقق لنا الأهداف بتاعتنا في تأمين بلادنا وتأمين استقرار بلادنا. نقدر. طيب عفوا، بس هل هناك رؤية مصرية معينة؟ هل هناك دول بعينها يمكن البدء بها في تشكيل هذه القوة؟ أنا متصور إن المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت ممكن قوي نتحرك، والأردن
ممكن. واحنا على طول اول ما طرحنا هذه المبادره كان جلاله الملك عبد الله ملك الاردن كان موجود بيكلمنا وبيقول يلا نتحرك في ده، لان احنا محتاجين ده في يعني الوقت الحالي، هو اكثر الاوقات اللي احنا في حاجه ان احنا ننفذ بيها المبادره ديت. طيب سؤال اخير في هذه النقطه، قوة عربية مشتركة لمواجهة الإرهاب أم لمواجهة جهات تهدد استقرار الدول العربية وأيضا الدول الشرقية؟ إذا كنا بنتكلم على الأمن فالأمن بمفهوم الشامل والواسع، أمننا سواء كان إرهاب أو أي حاجة تانية، بنقول بنحافظ على بلدنا، بنحمي بلدنا، محدش أبدا يقدر يقول أي كلمة سلبية على الفكرة أو على تنفيذها، لأنها مش معمولة ضد حد، وفكرة مش فكرة توسع أو غزو، بنقول نحمي بلادنا في ظروف المنطقة فيها محتاجة تتحرك وبقوة لتأمين نفسها. فخامة الرئيس اسمح لي بأن أتحول إلى فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال هذا الحوار مع فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. أعزائي المشاهدين أهلا بكم مجددا إلى هذا الحوار الذي يجمعنا مع فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. فخامة الرئيس نجدد الترحيب بك، ذكرت في الجزء الأول العديد من النقاط المهمة، نعود مرة أخرى إلى القمة المرتقبة غدا في الرياض بينكم وبين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. هذه القمة وهذه الزيارة بالتحديد تتزامن مع زيارة رسمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهنا يدور حديث عن وساطة سعودية ما بين أنقرة والقاهرة، هل المسألة صدفة أم أن هناك وساطة بالفعل؟ أنا صريح دائما، لا طبعا هي صدفة، ده المملكة دولة بتمارس علاقتها وبتدير علاقتها مع العالم كله، فلا دي صدفة. ولكنكم لا تمانعون وجود أي وساطة أو للتقريب ما بين مصر وتركيا؟ خليني أكون واضح معك وبقول اللي يشوف مصر خلال ال 18 شهر اللي فاتوا دول يجد أن مصر كان ليها خط ثابت بتهدف فيه دائما إلى عدم التصعيد مع حد، أي حد. فالسؤال الحقيقة لما بيتوجه لي بقول دائما إيه، بتسألوني أنا، طب ما تسألوا الآخرين يعني، فالسؤال برضو والإجابة هي واحدة، اسألوا الآخرين. طيب ولكن على ما يبدو بأن هناك شروط مصرية بعينها نظرا للمواقف التركية من القاهرة في الفترة الماضية لأجل البدء بأي تقارب أو أي حوار مع أنقرة. خلينا أقول إيه، يعني العنوان الرئيسي إن إحنا بنقول عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا البعض، لأن كل دولة لها ظروفها ولها خصوصيتها، وأنا أتصور إن إحنا محتاجين كلنا نفهم إن اللي بيدور في المنطقة وخاصة في مصر أمر مش بسيط، فمحاولة التأثير عليه أو إن إحنا يبقى واخدين أساليب وطرق مناوئة للواقع اللي موجود في مصر، يبقى إحنا مش مقدرين إرادة الناس في مصر. إرادة الناس أنا أقصدهم هو إرادة الشعب المصري أو غالبية الشعب المصري، فإحنا محتاجين إن ما عدم التدخل في الشؤون الداخلية زي ما إحنا كده بنحترم شؤون الآخرين في إدارة أمورهم لدولهم. الرئيس السيسي عندما يتحدث عن تدخلات تركيا في مصر هل يعني تحديدا دعم أنقرة لجماعة الإخوان؟ الدعم ووسائل الإعلام اللي بتقوم بدور سلبي و الإساءة المستمرة سواء كان للدولة ولا ليه كده؟ طيب احنا على الجانب الآخر ما بنعملش ده. يقال دائما بأن هناك ضغوط على مصر من أجل إعادة جماعة الإخوان إلى الساحة، أنتم فخامة الرئيس التقيتم قبل أيام بثلاثة من قيادات الإخوان الذين انشقوا عن الجماعة، هل نحن أمام إعادة الإخوان بالفعل إلى المشهد السياسي أم إيجاد جماعة إخوان تتماشى مع خارطة المستقبل والطريق في مصر؟ أنا هقول لك إجابة بعيدة كتير عن اللي أنت تتوقعها مني. أنا عايز أقول لينا كلنا، حتى لأشقائنا في السعودية اللي بيسمعونا،
انا قلت 90 مليون مصري، تتصور انك انت عايز تهد بلد فيها 90 مليون بقالك سنة ونص مستعد ومستمر في ده، تفتكر رد الفعل مش علي انا، على الناس ايه؟ انا مش هقولك ان كنت اتمنى يا استاذ محمد انك انت تلتقي بالناس في الشارع وتسألهم وتقول لهم يا ترى انتم مستعدين ولا مش مستعدين ان حد ينخرط في العملية السياسية من جانب الفصيل ده، وشوف رد فعل الناس ايه. هذه واحدة. اتنين، خلي بالك احنا كنا في اعلان 3/7 اللي الجماعة الوطنية في مصر قالت بيه خريطة الطريق، كان الامر مفتوح من غير ما تستخدم اي ضغوط، مفتوح للكل للمشاركة، المشاركة في كافة في تعديل الدستور، في الانتخابات الرئاسية، في الانتخابات البرلمانية، من غير ما تعمل أي عمل سلبي ضد الدولة، ضد الناس. خلي بالك أنت بتتكلم على أنك أنت يعني القتل والحرق والتدمير. طب أنت خليني أروح بعيد قوي، تعرف ده هيبقى نتائجه إيه على مصر وعلى المصريين؟ طب أنت ده هيتصلح ازاي لو انت دمرت مصر زي سوريا مثلا؟ ازاي؟ عايز تحول الشعب ده انك تخليه يعني في العراء مثلا؟ لا، ده امر خطير جدا. وبالمناسبه بقى احنا مش هنسمح بيه، احنا مش هنسمح بيه، احنا هنحمي بلدنا وهنحافظ على شعبنا حتى الموت. حتى ايه؟ الموت. حتى الموت احنا هنحمي شعبنا ده 90 مليون دول او نموت، لكن احنا مش هنسمح بكده. واحنا بنتكلم بنقول صوت العقل. اما استقبال المجموعه اللي حضرتك اشرت اليهم، احنا بنقعد مع كل الناس عشان نتناقش ونتكلم ونسمع منهم، خاصة لو هم عندهم طرح، مش طرح طرح خلي بالك احنا بنعمل نقاش كبير في المجتمع دلوقتي عشان موضوع الخطاب الديني، لان احنا اكتوينا، مش احنا بس، الانسانية النهاردة اكتوت بفهم بافكار مغلوطة وخطاب ديني عمل اساءة للدين الاسلامي. وانا بقول تاني، عمل اساءة للدين الاسلامي. وشوفوا الدنيا بتبص لنا ازاي. فانا ده نقاش كبير ولسه احنا مستمرين فيه. نعم. طيب فخامة الرئيس، بما انك تحدثت عن سوريا وقلت بانك لن تسمح بصوره واضحه في رساله مطمئنه للشعب المصري والحلفاء مصر في المنطقه بانكم لن تسمحوا لمصر بان تتحول الى سوريا اخرى، ولكن هل لدى القاهره تصور معين للحل في سوريا؟ خلينا نقول في الرؤية وازاي نتحرك جواها. الرؤية بتقول ايه؟ بتقول ان انت عايز تحل الأزمة السورية بشكل سلمي وبشكل سياسي. دي أول خطوة. يعني الحل العسكري ما زال النهاردة آثاره مدمرة جدا على الدولة السورية كلها بالكامل. وخلينا نكون يعني أمناء مع نفسينا. يا ترى بعد ما خلصت المهمة للناتو في ليبيا، استمروا عشان يكملوا بناء الدولة الليبية ولا سابوها ومشوا؟ سابوها ومشوا، وبالتالي النهاردة بقت ليبيا بؤرة إرهاب وتطرف بتهدد المنطقة وبتهددنا بحدودنا. أنا بتكلم النهاردة على حل سياسي سلمي للأزمة السورية، بتكلم على وحدة الأراضي السورية، إن سوريا تبقى كتلة سوريا. التقسيم في ليبيا او في سوريا او في اي دوله تانية مش لصالحنا، احنا عايزين نتجمع مش عايزين نتفرق. دي النقطه التانية او المحور التاني اللي بنتكلم عليه. المحور التالت بنقول مش معقول بعد الامور دي ما يكونش في علاج لوجود الارهابيين والمتطرفين في سوريا. دي الثلاث نقاط اللي احنا رؤيتنا في ايجاد مخرج وحل الازمه السوريه. طيب لكن فخامه الرئيس، هل يعني ذلك عدم معارضه القاهره لبقاء الاسد في السلطه؟ احنا بنتكلم يعني انت هنا بنتكلم بنختزل الموضوع، الموضوع كبير قوي. ازاي نوصل لحل يحقق المعادله ديت؟ ده اللي كلنا نتحرك فيه
ونتحرك فيه بقوة عشان المشكلة السرية ما تاخدش أكتر من كده وما تأثرش فينا أو في البنيان العربي أكتر من كده. طيب فخامة الرئيس، أيضا هناك ملف عربي بالغ الأهمية والملف الليبي، وعندما أتحدث عن هذا الملف لا أجد من بد من تجديد العزاء لكم في المواطنين المصريين الذين قضوا في الاعتداء الآثم لجماعة داعش في ليبيا. قمتم برد سريع حينها، ولكن هذا الرد تراجع في الفترة الأخيرة. هل كانت المسألة فقط ردة فعل أم أنكم واصلون في مساعدة الشعب الليبي في دحر الإرهاب؟ إحنا لينا وجهة نظر في أو رؤية أخرى فيما يخص ليبيا بمنتهى الوضوح. بنقول فيها إيه؟ إحنا بنحترم إرادة الشعب الليبي، وعايزين أسره بواسطة الميليشيات المسلحة ما يكونش موجود. أدي واحدة. الحاجة رقم اتنين، في برلمان انتخب بعملية ديمقراطية بيعبر بيها الشعب الليبي عن اختياره. إحنا عايزين ندعم شرعية هذا البرلمان. في جيش وطني، صحيح يمكن ظروفه صعبة، عايزين ندعم هذا الجيش عشان هو اللي يقوم بدوره في حماية بلده، في حماية بلده مش حد تاني. الحاجة التالتة أو الرابعة، إن إحنا بنقول عايزين ما يكونش فيه دعم أو إمداد بالأسلحة والذخائر للميليشيات المتطرفة أو الميليشيات كلها. ندعم الجيش الليبي، ندعم الحكومة الليبية والشرعية الليبية. طيب فخامة الرئيس، ماذا عن اليمن؟ المشكلة اليمنية مشكلة معقدة جدا جدا، لكن إحنا بنستطيع معا كلنا مع بعض إن إحنا نتحرك ونبذل جهد عشان نحل القضايا ديت، لأن إحنا محتاجين نلملم شملنا، والجراح اللي موجودة في الجسم العربي يتم يعني علاجها وبأسرع ما يمكن، وده عايز إرادة مخلصة ونوايا مخلصة. كلام جميل فخامة الرئيس، ولكن تركت اليمن فقط كمسؤولية على الخليجيين، ولكن تدرك أيضا بأن جماعة الحوثي التي تسيطر على مقاليد الحكم الآن في اليمن تسيطر على باب المندب أيضا، وهو أيضا معبر حيوي للاقتصاد المصري في الوقت الذي تقومون فيه الآن بإنشاء مجرى جديد في قناة السويس. ده صحيح، وعشان كده بنقول إن ده بيتطلب مننا إن احنا نتحرك لإيجاد حل، مش بس في اليمن، ده في اليمن وفي سوريا وفي ليبيا وفي أي دولة أخرى. الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من بعضه، عايزين نتحرك وندعمه نعززه، والقضايا العالقة دي نوجد لها حل مع بعض. جميل. بالحديث عن قناة السويس، الآن هناك توجه مصري جديد من أجل فتح باب الاستثمار لكل من أراد أن يشارك في النهضة الاقتصادية المقبلة في مصر إن شاء الله. الحديث دائما يدور حول مؤتمر شرم الشيخ الاستثماري، أنتم تسعون بشكل كبير جدا من أجل استغلال هذا المؤتمر في جذب الاستثمارات الخليجية والعالمية أيضا، ما هي استعداداتكم لهذا المؤتمر؟ احنا شغالين في الموضوع ده بقالنا فترة كبيرة جدا، بقالنا أكتر من 10 شهور تقريبا لحد دلوقتي يعني، وقطعنا شوط كويس قوي قوي، سواء كان للاستعداد أو حتى لإيجاد مناخ جاذب للاستثمار. وإحنا كنا قلنا قبل كده وأنا هأكرره مرة تانية عشان أشقائنا المستثمرين السعوديين يسمعوا ده وفي الخليج يسمعوه كمان. إحنا قلنا إن إحنا في قانون استثمار موحد، أيوة، وده خلاص خلص. بنتكلم على حل أزمات للمستثمرين، وده كان ليها ظروفها وإحنا شغالين فيها عشان نوجد لها حل بعيد عن يوجد أو يأكد ثقة المستثمر في التزامات الدولة المصرية مع المستثمرين، سواء كانوا مصريين أو عرب أو أجانب. الحاجة الأخيرة في ده إن إحنا بنتكلم على إن الإجراءات اللي كانت دايماً المستثمر بيجد صعوبة كبيرة في إنه ينهيها عشان يتحصل على رخصة العمل أو على التصديق على مشروعه، كانت بتاخد شهور وسنين أحياناً. إحنا بنتحرك على إن ده ياخد فترة قليلة جداً بعيداً عن البيروقراطية وبعيداً عن الفساد. أنا في هيئة قناة السويس هتبقى شغالة في منطقتين، هم هيبقوا في مناطق جذب كبيرة جدا للاستثمار،
احنا بنحرص على ان احنا نعملهم هم دول قانون استثمار للمناطق الخاصه، بحيث ان ده يبقى ليهم وضع مختلف خالص عن الوضع اللي ماشي. حتى يعني اللي انا قلته ده اجراءات بنعملها للدوله المصريه بالكامل، وبنخصص كمان في شرق التفريعة وغرب خليج السويس منطقتين نخليهم خارج حتى القوانين اللي تعرقل أكتر من كده كمان الاستثمار في مصر. طيب فخامة الرئيس، هناك نقاط عدة نود الحديث عنها فيما تبقى لنا من زمن. أنا كصحفي شخصيا كان لدي سؤال كنت أتمنى أن تتاح لي هالفرصة من أجل أن أطرحه، يدين لك المصريين بشكل كبير في عملية، ولك وللجيش المصري في عملية إعادة الاستقرار إلى جمهورية مصر العربية. بان حكم الإخوان كنت وزير للدفاع، متى كانت اللحظة التي قال فيها عبد الفتاح السيسي بأنه هذا وكفى، وهذه النقطة التي لابد أن نتدخل فيها وأن يتدخل فيها الجيش لإعادة الأمور إلى نصابها في مصر؟ طب خليني أقول أولا، أنا الشعب المصري لا يدين لي، لا لا، أنا اللي أدين لمصر وللشعب المصري، أنا منه، ويا ريت أكون قدرت أعمل حاجة كويسة لي لمصر وللمصري. فأنا لا، مفيش، أنا بقولها بصراحة وهي هتوصل لهم، أنا أدين لمصر وللمصريين، لبلدي، ومستعدين نحميها بأرواحنا إن شاء الله. طيب انت بتقول لي اللحظه اللي انت اتخذت فيها القرار ده امتى؟ المشكله اكبر من كده بكتير، ان فكره الدوله والحفاظ عليها وتلبيه مطالبها ما كانتش واضحه في القياده اللي كانت موجوده قبل كده بصراحه. انا بقول، قلت في بدايه الكلام او قلت في 90 مليون، اي حاكم مسؤول عن المصريين لازم يحط في دماغه ال 90 مليون، مش حد بعينه، كلهم. وانا عمري ما قلت هنا وكلمت بصفه عامه وقلت حد، يعني قسمت المصريين لا 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 بدين ولا باي حاجه ثانيه، كلنا مصريين. فدي نقطه كانت مهمه جدا، لكن وضحت إرادة المصريين يا أستاذ محمد في 30/6. أي حد منصف لكل الدول اللي بتبص على مصر، أنت بتسألني بتقول لي يعني الناس شوفوا الناس خرجت ليه؟ شوفوا الناس خرجت ليه؟ وكانت عايزة إيه؟ والعدد اللي خرج ده عدد تتحرك له الدنيا ولا ما تتحركش؟ شوفوا، طب لو ده ما حصلش هذا التلبية مننا كان ممكن يحصل ايه؟ يعني انتم تتصوروا بالعدد ده كله، بالكتلة دي، بظروفها، وهي بقالها في ظروف سياسية من 25 يناير من الثورة الأولى، والبلد يعني بتتهز، انت كنت مستعد تخش بالبلد ديت بعددها ده بظروفها دي في حرب لا يعلم مداها الا الله سبحانه وتعالى؟ ف 30/6 كان يعني في مؤشرات كتير موجوده على مدى الشهور الاخيره، لكن 30/6 كان واضح، لان انت بتتكلم في ملايين من البشر خرجت بتقول لا. فخامة الرئيس، دائما ما نسمع في حواراتك وحتى اليوم جمله دائما تتكرر، خلي بالكم من بلادكم. ماذا تعني فخامة الرئيس بذلك؟ خليني أقول لك، أنا ليا ذكريات جميلة في الرياض. أنا كنت عملت 1999 و98 في المملكة السعودية ملحق عسكري، في تحديدا في مدينة الرياض، وليا ذكريات جميلة فيها، وشفت الشعب السعودي مش بقى عن قرب و بصلة حقيقية، وشفت قد ايه هذا الشعب عظيم، وشفت كمان قد ايه الدولة دي والمملكة دي مملكة عظيمة. ده بيخليني بعد تجربتنا اللي احنا عايشينها دلوقتي والواقع اللي بيجي في المنطقة بالكامل، مش عايزين ابدا الواقع
الصعب اللي موجود في بعض دول المنطقة يصيب حد تاني. فعشان كده بقول ايه، خلي بالكم. انا بقولها لمين؟ مش بقولها للحكام بالمناسبة، انا بقولها للشعب، بقول له خلي بالك، حافظ على الامن اللي انت عايش فيه، حافظ على الاستقرار اللي انت مطمئن بيه، حافظ على الرخاء اللي موجود عندك، حافظ عليه قوي، وما تلتفتش غير انك تحافظ على ده، بلدك تحافظ عليها وتحميها، وخلي بالكم برضو من بلدكم مرة تانية. في الأخير فخامة الرئيس، وأنت الآن تستعد للمغادرة إلى الرياض في زيارة رسمية، وأنت دائما محل ترحيب من الرياض، رسالة أخيرة توجهها للقيادة والشعب في المملكة العربية السعودية. خلي بالك إن في رؤية للقيادة السعودية من أكثر من 60 سنة، كانت متمثلة في المغفور له جلالة الملك عبد العزيز، لما قال إن مصر والسعودية علاقة استراتيجية مستقرة، وأمن المنطقة مرتبط بيهم هما الاثنين. ده اللي أنا قلته ساعتها وبكرره تاني دلوقتي، لأن أنا مش هقول القيادة السعودية مدركة لده وعارفاه كويس وشغالة عليه. وأنا عايز أقول لك بالمناسبة، ساعة أنا جيت كل الكلام اللي سمعته من جلالة الملك سلمان كان بيصب في اللي أنا بقول عليه ده، وهو اللي بيأكد بيقول لي إن جلالة الملك عبد العزيز كان بيأكد عليهم، وبكل لقاءاته وكل تدريبه ليهم وتأهيله ليهم للحكم كان بيتكلم على أهمية العلاقة الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية. أدي رقم واحد. أما يعني مصر لن تنسى لكم يا أستاذ محمد، شعب وحكومة وقيادة، كل الدعم، الدعم المعنوي، الدعم المادي، الدعم السياسي اللي تم تقديمه، مش حتى بس من 30/6، لا، على مدى السنين اللي فاتت كلها. ومصر ستنطلق إن شاء الله بسواعد أبنائها وبدعم أشقائها، ومش هيفضل الدعم ده على طول. يعني وقوف، أنا بتكلم هنا على الدعم لا أنا بتكلم الاقتصادي، لا أنا بتكلم على إن إحنا لازم هنتحرك في مصر بشكل قوي جدا. وفي الأخير هي مصالح متبادلة طبعا، طبعا أخوي مشترك طبعا، بدون شك بدون شك. لكن برضو مهم أوي إن أنا أقول لك إن ده أمر مقدر جدا من الشعب المصري ومن القيادة المصرية. فخامة الرئيس، لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتقدم لكم بشكر الجزيل على إتاحة الفرصة لقناة العربية من أجل إجراء هذا الحوار قبل توجهكم إلى المملكة العربية السعودية لعقد قمة بالغة الأهمية مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. أنا بشكرك أستاذ محمد، ومرة تانية تحياتي وتقديري للمملكة العربية السعودية شعبا وقيادة وحكومة. شكرا جزيلا. إلى هنا ونصل إلى نهاية هذا الحوار الذي جمعنا بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحدث فيه عن العلاقة ما بين مصر والسعودية، وأيضا مصر ودول الخليج، وملفات أخرى مصرية داخلية وخارجية. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.